بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني بركة إسنا أي نغمة قدرني تصد أمد حقوق دا إسلام كا ما أنت بإذن الله تعالى حقا إنو قادنا نوحي هاي حق الطريق إسلامك حق وسيي طريقة أيين قادنا هنا أخ المسلم طريق ما هالشيء وقفلي يهي وشيء مد أردني أيود ليه ما نبنا نقف المسلمين كحد قدبه أو طريقة أو دبديه أما ودبل مرة إسلام كوه حكد ديجي إن طريقة دبل ديجا إن وقف كو طريقة وفريستو أي إسلام كوه حكد ديجي حديث سو كم مرة ما يقف كمسلم كي فريست كوددا يين وطريقة دين عيسى وسو فريستو وحكوا جو صارن إن برتو حق إسلام كوه ددا وسيه صحابي قال قال له هذا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ايا وحلي رسولك صلى الله عليه وسلم بان يقول اياكم والجلوس في الدرقات وحن دي قد يا ان فريستان ودوينك صحابه وحيد هذا فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها رسول كيرا هيو كم مارمي ماينو إنا إنو فريس إنا إنو فريس إنو ودوينك كم مارمي ماينو وأي وحا نقوى نكوك على حال قادنا وأنا نكوك على ورق قادنا أحواشا أيا نكو لك على هاد نبو كيري صحابة دو أيو قتوا برسولك صلى الله عليه وسلم مكاسا رسولك حكوري عليه الصلاة والسلام صحابة فإذا أبيتم إلا المجلس فأعدوا الطريق حقه هدي أديل ويدين أو أذرين كادي الدين أو دكو تلقى شينين الفريستان ودوينك سي الطريق حقي سبا رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة الددال بدن أيا الله كباري خير تعيل فربدن ويلا هايين وحي صورك سؤال مهم آدوين قالوا وما حق الطريق يا رسول الله ورسولك لا يمحي حق الطريق ورسولك جوابي صلى الله عليه وسلم قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق حق وليه يوحيه إن إشاء الله به ببتنا لقدشو تشيط بن آدمك سلامة لعليه مركا لقو سلامه وانا قد امرتي حمانتا ديدا وانتا طريق حقيسو اخ المسلم مرهد دي وقتك رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك صحابتي سو كوانين اي ان ودوين كلا فريستو محاضو مالين اسا زمن كي وقتك انا ننال نهي اي وقت فيتنك اي بدن تا اي حد قدبك ان بدن نحدد بن آدم كو نحدد اسكو حد قدبيان إن بدل الضياع حقوق بدل وإلهي سبحانه وتعالى وسكوك الدري حقوق ما أنت أتكو الضياع وحكم إذا حق الدريقة بل حق كواد رسولك صلى الله عليه وسلم وصوق هذا بين وير وحكا ورننا وحو رسولكوه الرئيسي غض البصر إشاذين اللابتا مركض ودد فرده وامد واجب كواه وانا حقي الدريق كقولها قفك ودد فريستا ما الدريق فريستا وحواجبك ايشي سين الله هدي قفك ايشي سين الله محوه ليا ارنك كواد وحيتهاي انو اله بقرك ادعي ارنك لبادن انو رسولك صلى الله عليه وسلم وادعي اله وحو ليا هيسقو الله اللي يرقي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وحد كتير هذا الرقم من انت النبي الله وشين الله دمر كينا إلهي والله هذلي
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أخ المسلم رسولك صلى الله عليه وسلم وحكيري صحابي علي لا تطبع النظرة النظرة على أرقتها أرقتها كدبقين فإن لك الأولى ولست لك الآخرة وحليدها التكوبات طلبات لكن ملهد مركز رسولك صلى الله عليه وسلم وحوقت شيدا التكوبات لقو قوان مايو بل سل لكن أرق مركز لبادت كعيد سوى لقو قوان يا رسولك وحلوه دي صلى الله عليه وسلم ايق مظل مفلانك كاسا رسولك وحلو اصرف بصرك كليح إشاد آدقو أخ المسلم إن بضن رقف ربضن باكو يبتلي سنين ودوين كسو فريستان لغي أبا مانتو لين نكوب شاهك دل عادية هاي دمرك تركو دا نسطورين إنو إشي صلى راعو إن بدنو دمرك مسلمات كاكمي دا أيا يغن وحا إسميا غلط أوران أيا إنا قريها سوهور فريستان وقف كستو ودد مريا إسي إيغان إسو إيغان منبنانا أخ المسلم إنا دودد فريستها دان الحقي سسينين أرقتدو نعم كإلهي ووين بيكمتهاي إلهي الدومي سوكو قلضو ما لنتقي من واليسو الدينيا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أخ المسلم إشادو أضلابتو وحادك وحكو بدبادي حبين كاقة ترنك زندن وادك بدبادي سا مركز إلهي ولها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بإلهي الرعي إشين الله بدى النبي الله حبين كودة ترنكا ولا شمي إلهي مولا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وارلاب إشين ويحفظوا آذانهم إش وحي ستو سوى أمرس أخ المسلم حبين كاقة ترنكا دمركين سيدا سأل لكو يري حق الله باد الدريق ينقل يوحي كف الأذى إن دبت لغا هايستو أو دريق دب آن لديقين داد كمارين آن لديبين دبت لغا قادة وحي كمتها إلا ما هو وين إيمانك وحو رسولك صلى الله عليه وسلم إيمانك وحولي دوري تضبات اللامود أو بدع وستون شعبة وحانا أقال سنوه الرئي قول لا إله إلا الله أرهد توحيدك وحو رسولك كدري عليه الصلاة والسلام إيمانك ماشا وهو سيسا وحيتاي إمادة الأذى عن الدريق وددو أردبت لك قاضو إنه نوين أغنهي إن بذن برشدين وحين كبر بارنين ندبت لكنا دريقا حلقيا ودمرك قريها إنو تشوغاين أسكا وددك سوقبان وحدعي كرتين بذنو نمنك مهرداها استسيبه دالغ إن دريقي أمد كدحي إدقاران وحدنين دبتاي صوديقان سلام كوحو أمرين دبت لك قاضو إيمانك بيشو هو سيسال سو قارسي أخ المسلم دبتو لغا قادة دريق وحي كينيسا إنا چندكو قشو نمباو حسو مريسود رسوكو كورمي صلى الله عليه وسلم لان قيد او تالا ودادا مركاسا او كقادة وحاني قارسيسا چندكو نسودكو قلو بالي وابو داران يابا حديث كالوحو تلمامين يقولوا والله لا أنحنين هذا عن المسلمين لا يؤديهم فأدخل الجنة إله با كدارت كقاد قيد كاز مسلمين تأيو دبايا سيان مسلمين تأيو دبين ساسو چند كو غلي دقا حود كقاد بلو فيرسو وحو رسول كوري صلى الله عليه وسلم قف كدقا حود دا كقاد حسانا لو قرية حسانا دون وحا يقلن سا چند با رسول كوري صلى الله عليه وسلم حق دري قولي وحا كمي دادت كمريينان الدباتينين وانا افكاك ككل واحد اله القران كوحكر والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا رق ددك دبا يا مؤمنين رق مؤمنين يدمر كمؤمنات كتور وحان اسكسبان وحي لن نغذين كواسقاتين بين ابور دي الدنب وين با اله الله سبحانه وتعالى اخ المسلم هدي وددات فريسان اسو اسكي الى دبا دكتو yeen dadka maraya dhibto xaq saddexaad dariiq in ugu leeyahay wuxuu yahay inaad salaanto oo salaanta ka celiso cidii ku salaanta maadaama aad ugu fadhido dariiqa
waayo salaanta waxa xaqule celinteeda adiga ka wadada maryaana xaq waxaad ugu leedahay inuu ku salaamo. Akhal muslim, salaantu waxay keentaa in la isjeclaado. Qaala sala allahu calayhi wasalam, yaa ayuha annaas afshu salaama baynakum, afshu salaam, dadow salaanta dhexdiina ku faafiya. Mar kale rasuulku waa kilaa sala allahu calayhi wasalam, alaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum, afshu salaama baynakum, maydi tusaa shay haddii aad la timaadaan aada isjeclaanaysaan salaanta dhexdiina ku faafiya. Xaqa uu dariiqu leeyahayna waxaa ka mid a qofka marka la salaamo inuu celiyo. Haddii qof muslimaan salaanta aad ka celiso, hadduu ku yidhaahdo assalaamu calaykum ood ku jawaabto, akhal muslim u fariisa xadiiska cajiibka, nin baa rasuulku sala alay wasalam wuxuu uhi, nin baa yimiday, markaasa wuxuu uhi assalaamu calaykum, kaasaa rasuulku uhi toban ajar buu leeyay intuu rasuulku ka celiyo jawaabtii. Nin kalaa yimido markaasuu uhi assalaamu calaykum waraxmatullah, kaasaa rasuulku uhi labaatan ajar buu leeyay. Nin kalaa yimido markaasuu uhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, wuxuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam soddon ajar buu leeyahay. Allahu akbar, xasanaadka iyo khayraadka ayaa la iska dayacay, ma barideen iska warrama iyo gudhmo, nin waxa ka mudan kala horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xaqa qofka socda bal u fiirso xaqa dariiqa uu leeyahay waxaa ka mid a oo islaamku uu siiyey, wuxuu rasuulku uhi sal salam ka gaadiidka saarani wuxuu salaamayaa ka lugaynaya, ka socdaana wuxuu salaamayaa ka fadhiya, inta yari kooxda yari waxay salaamaysaa kooxda badan, ka yarina wuxuu salaamayaa ka weyn baa rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam. Xaqa afaraad oo dambeeya ee xuquuqda dariiqa waxaa ka mid a in wanaagga aad amarto xumaantana aad diido. Haddii aad ka maarmi weydad waddada fadhido wixii xun wax ka qabo, mu'miniinta dhaqankoodu wuxuu yahay inay wanaaggay samraan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay, walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. رقم مؤمنين تايد دمر كمؤمناتك barba barhka kale ilaahay wuxuu uhi waxa uu yihiin awliyo, way isjecel yihiin, wanaagga ayay samraan, xumaanta ayay isku diidaan, salaada ayay ogaan, zakaday bixiyaan, ilaahay rasuulkiisa ay addeecaan, ilaahay dadkaa wuxuu mudan yahay inuu naxariisto. Akhal muslim, wanaagga amar mar haddaad dariiqa fadhido, hadday xan dhexdiina taalo jooji, haddii qabyaalada joogto jooji, haddii sigaar agtaada lagu cabaya jooji, haddii qaad lagu cunayo agtaada waani, haddii cid lagu xamanaya ka qabo. rasuulka sal alay wasalam tusaalayaal la yaabnu ka tegey waxaa ka mid aynu ku gaabsanaynaa inuu waddada soo maray, deetar uu arkay gabadh qabri dul fadhido ka dulooyeysa, wuxuu rasuulku uhi sal alay wasalam ittaqi illaaha wasbirii, balayga de wanaagu amri gabadh yahay ilaahay ka baqo sabir. Waxaa kaluu soo maray rasuulka sal alay wasalam nin cunto iibinayay, kaasaa rasuulka sal alay wasalam gacanta ayuu cuntadii geliyey, raashin buu iibinayay, deeta gacantii baa goyanaatay. rasuulku wuxuu ku uhi maa haada yaa saaxib adacaam, warkan cuntada iibinaya waa haystaani. Waxa uu rasuulku ninku ugu jawaabay, qaala asaabatu samaau yaa rasuul allah, rasuulku ilaahay roob baa ku daayay. Wuxuu rasuulku ku uhi sala allahu calayhi wasalam, bal wanaagu amri eeg, afalaa jacaltahu fawqa adacaami xataa yaraahu annaas man khashaana falaysa mina, cuntada intii qoyaneed buu hoosa mariyey, intii qalalnadna dushuu soo mariyey. rasuulku sal alay wasalam waa ka gacanta geliyey gaadhay qoyaankii, wuxuu ku dhoorwaaxay waxaan ummadda aad ka iminaysaa, maxaad u soo dulmari weyday ta qoyan say dadku iskaga arkaan, qofka ummaddayda khiyaamaya igama mid maaha, buu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam. Akhal muslim, dariiqa xaqiisa sii, ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeena iyo dembiga awlidinta allaha dhaafo, towfiiqda allah ayna waafajiyo. Wajazaakum allahu khayran, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.